يتكلم بعفوية وبكل حرية. اليوم صوتك مسموع. عبر كي بغيتي. أهلا بكم. الإيدز أو السيدة مرض فتاك إلى حد قريب كان من الطبوهات، أما اليوم وعلى الرغم من الضجة الإعلامية والحملات التوعوية فإن عدد المصابين يدق ناقوس الخطر. لنشاهد. الحمد لله، يعني الشباب ولا كيوعى مزيان، يعني الامور غدا مزيانه. السيده ولات عاديه بحالها بحال اي مرض، ماشي ما بقاتش زعما تهضري مع البنت ولا تهضري مع الولد وتقولوا السيده، ولا يخاف كيقول لك انا عارف شنو هي السيده. اذا غادي نهضروا على المجتمع بصفه عامه والفئه المستهدفه باش وعي بمخاطر السيده، الفئه المستهدفه ما واعيه شي بشكل كافي بمخاطر السيده حاليا شويه، لان باقي عندهم ديك التخوف هاد المجتمع ديالنا، لان باقيين كيخافوا من الانسان مريض بالسيده، ما يقربوش من عندهم، ما نجلسوش معاه، ما ناكلوش معاه. ولكن دابا بهاد التظاهرات هادو وهاد الجمعيات اللي خلقوا حاليا في المغرب، ربما مع الوقت ربما غيتقبلوا الفكره وغيولي الانسان عادي اللي مريض بالسيده عندهم. كاين اللي كيعرف السيده وكاين اللي ما كيعرفش السيده، كتجبر الانسان مريض وما كيبغيش يهضر. لا، خاصنا نمشيو للطبيب، خاصنا نشوفوا شنو عندنا، خاصنا نوعي واحد اخر. المجتمع المغربي ينقسم الى فئتين، الفئه الاولانيه اللي كان مسانسة مع الإذاعة والتلفازة والجرائد وجميع وسائل الإعلام، هذه الفئة هذه يعني حاسة بالمشكل السيدة. ولكن كاين الفئة الكبيرة اللي ما عندهاش علاقة بوسائل الإعلام وكتكون غايبة عن هذا الموضوع ديال السيدة. مقارنة مع الأعوام الماضية كنشوفوا كاين بزاف ديال الوعي، وهذا الشيء هذا فضلا بالإعلام يعني كيلعب واحد الدور كبير بعدك، ولكن كتبقى ديما كاين قله الوعي، يعني ما نقدروش نقولوا وصلنا لواحد الوعي لواحد الدرجه 100%، نقدروا نقولوا واحد 65% حاليا في المغرب، وهذا بالنسبه للجهودات اللي كيديرها المغرب مزيان بصراحه. للاسف الشديد باقي الناس بزاف ما واعيينش، باقي الطابوهات غالبه على المجتمع ديالنا، وهذا هو الخوف اللي كيخلي الناس اللي حاملين الفيروس انهم يوصلوا حتى للمرض ديالهم العائلات ديالهم او الاقرب الاشخاص ليهم. باقي كيتخوف، باقي حاليا كيتخوف، لان باقي كنعيشوا في واحد المجتمع شويه كما قلت لك في الاول كينظر فيه كانسان غير مرغوب فيه. واخا كيمرتوا بها ما يقدروش يعترفوا بها مع نفسهم، الوغ كيفاش باقي كنهضروا للموضوع كلشي كيحشم يهضر فيه، يعني كتهضر عليه مادام كيحشم حتى يهضر على المرض، سواء كان مريض سواء ما كانش، فما بالك شي واحد مريض به ما كيعترفش به ما واعيش به غادي يقول انا مريض ويقدر يتفاعل معاه. الحامل الفيروس هو الوحيد اللي ما كيمكنش يمشي عند العائله ديالو ويتشكى لهم يقول لهم انا مريض، يكون انسان مريض بالكانسير مريض باي مرض عادي يمكن يشكي العائله ديالو يمكن يشكي الاصدقاء ديالو، ولكن اللي كيكون مريض بالسيده كيلقى راسو بوحديتو. إلا قالها في الخدمة أو لا قالها للعائلة أو لا قالها لصحابه أو لا قالها لأي واحد غيديو عليه واحد النظرة خايبة وما غيتعاملوش معاه مزيان. وأنا كنعرف السيدة فيها السيدة، وملي قالتها للعائلة ديالها جرو عليها الزنقة، يعني صعيب باش الإنسان يقول أنا فيها السيدة. ما يمكنش، على حساب كاين الناس اللي ما كتقدرش تهضر، كتحشم او لا كتخاف، كتقول لك الراجل ديالي غيشوفني غيطلقني، او لا مثلا مراتي غتشوفني ما تبغيش تقول لا انت مريض مشي بحالك ما عندي ما نعمل بك وانا عندي ولادي، كيبقى داك الشيء مكتوم تما وكيتاصل داك الشيء سلسله واحده، ماشا الاولاد مراطين كتمشي هكاك مريطه المراه كل شيء. مؤخرا بداو الناس كيصرحوا في لي روبورتاج في التلفازه في الاذاعه كيجيو كيتكلموا، ولكن بواحد النسبه قليله، واحد النسبه اللي ما كتشرفش.